شباب الاخبار النهاردة في الفيديو بتاعنا هنتكلم فيه عن سؤال محير ناس كتير جدا، اخد قراري وافضل في مصر ولا سافر الامارات؟ القرار ده مش سهل ومحتاج تفكير كويس، عشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن كل الجوانب المهمة اللي لازم تفكروا فيها قبل ما تاخدوا قرار زي ده، لو بتفكروا في تحسين حياتكم المهنية او بتدوروا على مستوى معيشة افضل. تابعوا الفيديو الاخر عشان اوضح لكم الصوره بكل تفاصيلها. بس قبل ما ابدا، بالنسبه للناس اللي ما تعرفنيش، انا اسمي ادري عزت، بعمل فيديوهات بديكم فيهم نصايح عن السفر للامارات او لاي دوله انا سافرتها قبل كده، بالاضافه ان انا بعمل فلوجات سياحيه كمان. لما تخلصوا الفيديو ده يبقى بصوا كده على الفيديوهات القديمه، هتلاقوا فيديوهات كتير جدا هتقدروا تستفادوا منها، وهتلاقوا في الفيديوهات اجوبه لاسئله بتدور في راسكم. ويلا بينا نبدا. واول حاجه هتكلم عنها طبعا هي فرص العمل في مصر مقابل فرص العمل في الامارات. في مصر في فرص كويسة جدا لو انت شاطر في مجالك وبتطور من نفسك باستمرار، بس في نفس الوقت فرص العمل في الامارات بتتميز براتب اعلى، خصوصا في المجالات اللي فيها طلب زي التكنولوجيا، الهندسة، الخدمات المالية. الامارات كمان بتوفر فرص تطور مهني اسرع بسبب المنافسة العالية وسوق العمل المتنوع. نخش على النقطة رقم 2 وهي مستوى المعيشة وتكاليف الحياة. في مصر تكاليف المعيشة اقل بشكل كبير جدا عن الامارات. ايوه زي ما بقول لكم كده، سواء بقى اذا كان السكن ولا الاكل ولا المواصلات هتلاقيها ارخص في مصر. بس الامارات على الرغم ان التكلفه عاليه، جوده الحياه ممكن تكون افضل في جوانب زي الامان، الرعايه الصحيه، التعليم. الامارات كمان بتوفر مرافق حديثه ورفاهيه عاليه جدا، بس ده بيجي بتكلفه اعلى زي ما قلنا. النقطه رقم 3، تاثير السفر على العائلات والعلاقات الاجتماعيه. واحده من الحاجات المهمه جدا اللي انت لازم تخلي بالكم منها قبل ما تاخدوا قرار السفر هو تاثير السفر على العيله والعلاقات الاجتماعية. في مصر هتكون قريب من اهلك واصحابك وعيلتك، هتقدر تشارك بقى في المناسبات والتجمعات بقى، سواء افراح، حالات وفاه، شهر رمضان، هتقدر تشارك في الحاجات دي كلها بكل سهوله، مش هتفتقدها. اما في الامارات ممكن تحس بالغربه في البدايه، لانك او لانك هتكون بعيد عن العيله والاصحاب، خصوصا لو كنت من النوع الاجتماعي المرتبط جدا بعيلته وباصحابه. نخش بقى على النقطة رقم 4 اللي هي الطموحات الشخصية والتطور المهني. لو طموحك الشخصي هو الوصول لمكانة معينة في مجال عملك او تحقق انجازات كبيرة، الامارات ممكن تكون هي المكان المناسب لتحقيق الطموحات دي، لان السوق هنا بيشجع الابتكار والتطور السريع، وكمان في فرص اكبر هنا للتعلم واكتساب مهارات جديدة. في المقابل لو طموحك انك تكون رائد في مجال عملك في مصر وتساهم في تطوير بلدك، ممكن تخليك في مصر وتستثمر وقتك ومجهودك جوه بلدك. النقطة رقم 5 معانا هي الامان والاستقرار. مستوى الامان من الحاجات المهمة جدا اللي انتوا لازم تفكروا فيها. الامارات اكتر دولة امان في العالم، ونسبة الجريمة فيها منخفض جدا، وده ممكن يكون عامل مهم جدا للناس اللي بتدور على مكان شغل او بلد يقدر يشتغل فيها ويكون معاه عيلته. بالنسبة لمصر، مصر فيها امان برضه، وحتى الحوادث اللي بتكون موجودة هناك بتكون حوادث فردية. احنا اكتر من 105 مليون مواطن مصري، طبعا الكل مش هيبقى ملاك او هيكون ملتزم، اكيد طبعا هتلاقي ناس بعض الحالات الفردية مخالفة للقانون، زي مثلا اتنين بيتخانقوا مع بعض، واحد موت التاني، واحد سرق واحد، واحد نصب على واحد، لكن طبعا مش المصريين كلهم، ال 106 مليون مش نصابين او قتالين او بيمشوا كعصابات معاهم اسلحة يوقفوا الناس في الشارع، طبعا ما فيش الكلام ده في مصر. هي الحوادث اللي بتحصل بتكون حوادث فردية زي اي دولة في العالم، اي دولة هتروحها في العالم برضو هتلاقي فيها حوادث فردية، يعني مفيش حد ملاك في الدنيا دي. لكن لو هنتكلم في موضوعنا مرة تانية يعني بصفة عامة، انا مصري برضو متأقلم مع البيئة اللي انا اتربيت فيها، فانا لما برجع مصر برضو الحمد لله بعرف اتعامل، فهي دي النقطة اللي انا اقصدها. ندخل بقى على رقم 6 وهي القوانين. والفرق ما بين القوانين في مصر والامارات كبير جدا. في الامارات القوانين صارمة وفيها تنظيم عالي، وده ممكن يساعدك في حياتك اليومية وبيئة العمل. القوانين في مصر ممكن تكون عائق في بعض الاحيان، لكن لو متعود عليها مش هتفرق معاك بشكل كبير، وممكن ما تحسش بالفرق صدقوني. ندخل بقى على النقطة رقم 7 وهي المرونة في العمل. واحدة من الحاجات اللي لازم تاخدوها دايما في اعتباركم هي المرونة في العمل ما بين حياتك الشخصية وحياتك العملية. في مصر ممكن يكون عندك وقت خاصة في المناسبات اللي هي زي الأعياد إن أنت تقدر تقعد مع عيلتك وأسرتك وكمان تخرج معاهم. في الإمارات العمل ممكن يكون ضاغط أكتر، بس المميزات اللي بتاخدوها ممكن تعوض عن كده. في النهاية القرار بين البقاء في مصر والسفر الإمارات هو قرار شخصي جدا، وبيختلف من شخص للتاني حسب ظروفه وطموحاته. لو بتدورهم على فرصة لتحسين دخلكم وتطوير نفسكم، يبقى الإمارات هي الوجهة المناسبة لكم. أما لو الاستقرار والعلاقات
اجتماعية اهم ليك، فمصر هتكون اختياركم الافضل. الناس اللي فضلت معايا لحد هنا، انتم اجدع ناس. لو عندكم اي اسئلة او محتاجين مساعدة في اتخاذ القرار، سيبوا تعليق تحت الفيديو وانا هكون موجود للرد عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلوا كل جديد، وكمان عشان عايزين نوصل لـ 100,000 مشترك في اقرب فرصة ممكنة. يا هاني تهيت، شكرا جدا لكم، فتبالكم نفسكم واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.